كابتن حماده، لو عملنا مقارنه ما بين التشكيل في المباراه الاولى والتشكيل في المباراه الثانيه، هنلاقي مثلا في غيابات او في اختلافات. يعني الاولى كان فيها شريف اكرامي، حضرتك معاك التشكيله بتاعت النهارده، معاك تشكيله النهارده. طبعا برضو ناكد عليها مره ثانيه، الشناوي، محمد هاني، وسليف كلوبالي، ايمن اشرف، علي معلول، حسام عاشور، هشام محمد، ووليد سليمان، اسلام محارب، ومؤمن زكريا، وصلاح محسن. في اختلافات ما بين الاولى والثانيه يا كابتن حماده. قول لي بقى حضرتك تعليقك على تشكيله النهارده ومفاجاه كارتيرون اللي قالها، يعني هل هي في الاسماء اللي موجوده ولا في طريقه اللعب اللي هنشوفها مش عارف، ومقارنتك في الاختلافات دي يا كابتن حماده. لا احنا بنتكلم يمكن الماتش الاولاني كان من شهر ونص زي ما انت قلت، اكيد في اختلافات هتبقى في النادي الاهلي، اختلافات في النجمه. النادي الاهلي المباراه يمكن في تغيير، مثلا انا شايف وليد ازارو اول مره يقعد من فتره، يمكن هو ما لعبش حتى المباراه الاولى، كان مروان محسن موجود فيها، النهارده بيحط صلاح محسن في التشكيله، محمد هاني بادئ، هاني لعب المباراه الاولى، يعني في مجموعه من دولت لعب المباراه الاولى اللي هي من شهر ونص، دخول مؤمن لعب المباراه الاولى، اسلام محارب يمكن ما شاركش المباراه الاولى، وليد شارك، علي معلول ما كانش شارك. قبل ما نتكلم في الفنيات، هي اشتراك النادي الاهلي السنه دي في البطوله العربيه، عشان ما حدش يزايد على وطنيه النادي الاهلي ودور النادي الاهلي ودور الدولي. النهارده لو احنا بصينا عدد المباريات وكم المباريات السنه دي، واحنا في اول الموسم قلنا السنه دي النادي الاهلي هيلعب موسم طويل جدا، اطول موسم في العالم ممكن تشوفه، واكتر عدد مباريات، وربنا يكون في عون الحاج عامر حسين عمال يلزق الماتشات في بعض. النهارده لو اتكلمنا على عدد مباريات الدوري، عندك 34 مباراه. افريقيا القديمه اللي احنا ان شاء الله وصلنا لدور النهائي نقابل وفاق سطيف، عندك فيها 14 مباراه. افريقيا الجديده هتبدا يا كابتن شريف في شهر 11، يعني مباشره متلاحمه تلعب 14 مباراه ثانيه. ان شاء الله النادي الاهلي يوصل برضو للفاينل، انا بتكلم ان شاء الله النادي الاهلي في حاله وصوله للمباراه النهائيه في كل البطولات. عندك بطوله عربيه 10 مباريات، كاس مصر عندك 6 مباريات، عندك السوبر المصري مباراه، كده انا بتكلم في 79 مباراه. يعني لما لعيب في موسم يلعب 79 مباراه، خلي بالك انا لسه ما اتكلمتش، لو ربنا كرم النادي الاهلي وصل المباراه النهائيه وفاز ببطوله افريقيا في كاس عالم انديه، عندك صحيح. اجنده دوليه، مباريات منتخب اول ومباريات منتخب اولمبي، فانت بتتكلم في اكتر داخل في 100 مباراه. مين لاعب في العالم او اي دوري في العالم ممكن يستحمل انه يلعب 100 مباراه في الموسم؟ استحاله. ومطلوب منه جميع المكسب البطولات، الفوز دايما. فالنهارده اشتراك النادي الاهلي في البطوله العربيه ما تقللش من دور النادي الاهلي وتقول الوطنيه والكرامه، لا، النادي الاهلي ليه دور وطني وعارف دوره الدولي كمان مع الدول الاشقاء كلها.